السلام عليكم خوتي، اش كتعاودوا نتوما؟ صافا عليكم، لاباس عليكم العائله الفاميلا. ففيديو جديد غدا ان شاء الله خوتي، العواشر غدا، العيد الفطر ان شاء الله. تعيدوا تعاودوا خوتي، وباش ما تمنيتو بالصحه والسلامه. فاليوم واحد الفيديو اللي غيكون حساس شويه خوتي، وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي، كاينين واحد الاشخاص كيقولوا لي ورينا حوايج نور، شنو شريتو نور، شنو شريتو نور. فانا اخوتي ما شرينا والو، ما نكذبش عليكم. وكاين شي واحد كيقول علاش ما بقيتش باين انت نور. فاخوتي ما بقيتش كنبين، على ود ان ما خديتش ليها شي حوايج ديال العيد، باش انا يشوف الناس يشوفوا ان خديت ليها حوايج ديال العيد. فراكم عارفين واحد الازمه حنا منها اللي خايبه بزاف. فتخيلوا معايا، يلا خلص انا الكرا، يلا خلص الكرا باش يلا خلصت الكرة انني باش نخلص من الدار، وخلصت الموضوع وتخربقت بزاف الحوايج، تخربقوا لي اخوتي. فالخدمه اللي كنمشي اخوتي كنخدمها، كنمشي نتقاتل باش كنجيب 100 درهم، باش كنجيب ليها حليب ونجيب ليها ليكوش. راكم عارفين الازمه طيحتنا لواحد الدرجه ليا بزاف. ف ما نكذبش عليكم، ما خديت ليها والو في الحوايج، ما كانتش انني ناخذ ليها اليوم. ولكن ما لقيتش اخوتي، ما عنديش البديل، وما لقيتش لي في جنبي بزاف الحوايج اخوتي. هذا ما كان، ما شريت لبنتي والو. فما كذبش عليكم، كذب عليك كذاب، يقول لك شي واحد انك كيمثل شي واحد على بنته، كي هذيك واش كاين شي واحد انني كون كان عندي اقسم بالله حتى ناخذ لبنتي انا في الملابس وغير حتى ناخذ لها. اما نكذب في اي حاجه، ممكن نوصل حتى عند بنتي اخوتي، نكذب في اي حاجه، وصلت عند بنتي ونشري ليها الملابس كون كان عنده، والله تنشريهم لها. علاش؟ هي باقا صغيره، خصها هي تعيد بحال الدراري الصغار. فهي باقا صغيره اللي خصيصا خصنا نشريو ليها ملابس، ولكن ما كتبش اخوتي. كل شيء عند الله قريب الحمد لله. الا كنت كنتفلى عليكم بغيت ربي يسخطني اخوتي، والله ما عندي ريال دابا في جيبي، اقسم بالله الدرهم هي الاخره ما عنديش. باش نقول لكم الدرهم الاخره، عرفتي تخيل معايا، كنخلص الكره، كنخلص موضوع، كنجيب تقيديه كتحفى القضيه، اقسم بالله كتحفى القضيه. كنمشي جبت البارح شي خضيره وشي تخربيق باش ان ايا تلقى من ناكلو من نشربو. ومشيت جبت ليها ليكوش، مشيت جبت ليها سميتو، مشيت جبت ليها الحليب. فدونك اخوتي والله ما نكذب عليكم، ما بقى عندي حتى شي ريال، ما بقى عندي قضيه خوات ديال بصح، قضيه خوات ديال بصح. عشان نقول لكم لا الله محمد رسول الله. ف نطلب من الله ان شاء الله يدير لي ربي شي تاوي ديال الخير، يدير لي ربي شي تاوي ديال الخير، ونشري لبنتي شي حاجه. والله ما كانت ان شي شخص في شي راجل او شي مراه اللي مسك عليهم الله كاينين في الخارج او هنايا، الى عندهم كونت بنك نصيفط لكم الريب ديالي. دخلوا عندي النمره اللي هي هاد النمره اللي كتشوفوا هنا، دخلوا عندي كامل اخوتي الواتساب، راه كان الواتساب، وتعاونوا مع اخوكم باش نتقدى لبنتي، ناخذ شي حويجات، ندير لكم فيديو يفرحكم انتوما في العواشر، تشوفوا نور لابسه لبيسات زوينين وهادشي. علاش؟ اما هادشي علاش اخوتي؟ مبغيتش نبينه وانا ما واخد ليها والو. انا عارف بنادم غيبقى يهضر بزاف، وكثرت بنادم كيقول علاش ما خديتيش لبنتك، علاش هادي، علاش هادي. ما كرهتش، هذا هو المشكل، ما كرهتش، اقسم بالله ما كرهت. دابا هي ناعسه مسكينه، فوالله ما كرهت. ولا كانت عزيزه عليكم نور، وكتبغيو نور كاملين اخوتي، كتبغيو نور انتوما كاملين، فهنا غنعرف شكون اللي عزيز عليه نور. فهاد اللحظه غنعرف شكون اللي عزيز عليه نور. فالا ما عندك، ما عندكش كاع خلاصه القول، ما عندكش ما تعطيني، وما عندك ما تعطيني نور، فهي غادي لواحد لايك وبارطاجي مع صحابك، باش هاد الفيديو يوصل، وانني بلاصتي يوصل هو اننا تساعدونا انتوما. فهمتي دابا الفرق؟ عندك وبغيتي تعاون معنا، راه هادي هي النمرة. ما عندكش، عاوننا غا بارطاج واحد لايك وكومونتير يكون زوين على وجه نور، وهادشي اللي بغينا. الحمد لله، واخا ما نتقداوش ليها حنا من الدنيا، في الاخر ربي مقدي ليها كلشي. الحمد لله، الحمد لله ان الطفلة بقى صغيرة، بقى مالك، ما عندها لا ذنوب لا والو، ربي ملبسها بلا ما نلبسها انايا. الحمد لله، ساقيها الله من عنده بلا ما نسقيها انايا. فولكن ضروري ملي كيجي واحد العواشر، ان وحاجه اخرى، نتوما اخوتي في العواشر عيد الفطر كتجمعوا العائله، كتجمع حنا راه ما كيجيو عندنا لا عائله لا صحاب لا خوت لا والو. هو غدا العيد غتشوفوني انا وايا ونور فقط، هادشي اللي كاين. باش عارفوا حنا ما كنكذبوش عليكم، باش عارفونا احنا مكبتينا لا والو، حيت ما كاينش بنادم اللي غيساعدك. حنا ما عندناش مع المنافقين اخوتي، نجيكم من الاخر، لان واحد الشخص كما كان العائله كامله بصفه عامه ما غيساعدنيش واحد الشخص ملي انا طايح، اش بغيت ندير بك انا خويا ملي نكون واقف؟
اشنو بغيت ندير بيك؟ شنو غضحك معايا ضحكه الصفراء؟ راه العالم كامل غيضحك معايا كون راه ديك السلام لاباس، راها واحد الزنقه غيقول لي السلام لاباس، اش غنصور منا؟ راه الرجوله والتعامل وكل شيء هو المواقف، بنادم فين كتعرفو؟ كتعرفو في المواقف، ملي كطيح في واحد الازمه وكتلقى بنادم انا واقف معاك، كتعرف شكون الراجل وشكون اللي ما راجلش، وكتعرف عاوتاني شكون المراه وشكون اللي ماشي مراه. اللي عندهم، انا كندوي على الاشخاص اللي عندهم، اما دوك الاشخاص اللي مساكن ما عندهمش واحد الطبقه اللي فقيره بحالنا بحالهم، راه مقدرينهم مقدرينهم، راه اقسم بالله كنحلفكم بالله اخوتي كون كان عندي ومسك عليا الله سبحانه وتعالى، ولكن مازال من هنا لقدام ما عرفنا حنا شنو غيكون، وكون مسك عليا الله سبحانه وتعالى بشي حاجه، اقسم بالله كنحلف لكم بايه الرحمن يتن كل قفه 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 الناس اللي ما عندهمش، والله يتندي ليهم اقسم بالله، ونحلف لكم بنتي ياكو كان عندي حتى نعطي الناس اللي ما عندهمش، ولكن لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله. ولكن احنا في المصاف ديال الفقراء الحمد لله، اللي غنمشيو لواحد البلاصه اللي ربي ان شاء الله غادي الا تعذبنا في الدنيا ما غنتعذبوش في الاخره الحمد لله، حيت القلب ديالنا صافي وبيض، وكنبغيو الناس وما كنحقدوش على البشر وما كننكدوش على البشر، وما كنجيوش بنادم نقول لي شنو انت شنو كدير كذا كذا، ما فيناش النميمه ما فيناش التنافيق، هذا الشيء علاش الحمد لله عند ربي صافين، حمدك ربي وشكرتك، ولكن عند العبد ما صافيش، العبد كيبغي ديك المنافق، العبد كيبغي اللي يتشلى عليه، العبد كيبغي اللي انه شي واحد كيمثل عليه، اما اللي كنتي كدوي في الواقع سبحان الله ما عرفناش علاش حنا اننا عندنا حنا في هذا البلد السعيده، ان الاشخاص ملي كدوي من نيت كتخرج شي حاجه من القلب ديالك وكتخرجها من الفيم ديالك ما كيتقبلوهاش، ولكن شي حاجه كانت خارجه غير من المعده ما مخرجهاش من القلب، مخرجها من المعده وكتقولها كلشي كيتقبلها وكلشي كيبغيها وكلشي كيدير كانك انت ولد الناس. فهنا كاين واحد الملاحظه اللي هي بزاف اخوتي، ولكن الحمد لله حنايا والله ما كنكرهو شي واحد، والله ما في عيننا شي واحد، ولا كنتنافقوا مع شي واحد، ولا كنحقدوا على شي واحد، بصفه عامه بصفه عامه ما نكذبش عليكم بصفه عامه. فهاد الشيء اللي كاين اخوتي وكثرت الناس كيبقاو يهضروا بزاف طا طا طا، داكشي راه والو اخوتي. عارفوا واحد الحاجه، انك كتهضر في واحد الشخص وانت ما عارفوش، واحد الشخص اللي انت ما عارفش الظروف ديالو، واحد الشخص اللي ما شايفوش انت كيفاش داير، كتشوفو غير في السوشيال ميديا، خاصك ما تهضرش عليه بصفه عامه، خاصك تتعرف داك الشخص مالو، شنو واقع ليه، شنو السبب تا ولا هكاك. راه بزاف مصالح وبزاف الحوايج اللي ما عارفينهمش، عارفهم غير انا والله سبحانه وتعالى وآية ونور، فنور خدع ملاك غتكبر وغتفهم حتى هي كلشي على عينيها. فهاد الشيء غنقول لكم الحمد لله حنا بعدا كاين واحد الاشخاص كيبغيونا كيحبونا، كاين شي اشخاص ما كيحبوناش، راه ما غيبقاش فينا حاجه، عرفتوا علاش؟ حيت كنلقاو راه علامه الساعه هذه، كنلقاو ان في يوتيوب القران ودايرين ليه ديزلايك، شنو كتعني هادي؟ القرآن يحصى كلام الله سبحانه وتعالى والبشر داير ليه ديزلايك، إذا أنا أش نتسنى من جهتي أنا أنني البشر غادي كلشي غادي ليا لايك كدا، كاين المنتقدين اللي غينتقدوني، كاين اللي غيبغيوني، كاين اللي غتلقيه أنه في الواقع كيبغي يتصور معاك في السوشيال ميديا كيبدا يسبك ويعرفك، فهاد المصالح هاد الحاضر اللي حاضرين فيه حنا الحمد لله ما غاديش بيه المزيان، ولكن الحمد لله الا كانت نيتك صافيه مع الله سبحانه وتعالى ومع احبابك ومع جيرانك مع الناس اللي كيبغيوك، راه ربي عمرو غيخيبك، حيت كاع الاشخاص اللي كيكونوا مع الله سبحانه وتعالى زوينين وكاع الاشخاص اللي كيكونوا في قلوبهم في قلوب الرحمه راه كيتعذبوا في الاول، ولكن في الاخير ربي كيدير لهم تهاويل. اما دوك الاشخاص المنافقين اللي كيقمروا القماره ودوك التخربيق اللي كيتشلوا على عباد الله، راه كتبان لهم الدنيا حلوه زوينه في الاول، ولكن مع مرور الايام كتبدل عليهم، يقدر ان داك المنافق وديك المنافقه واي شخص كيتفلى على الناس وعباد الله على العبد الضعيف ففي الدنيا غيعيش بخير، ولكن في الاخره غيشوف عذاب اخر، وداك اللي مسكين كيتقاتل في الدنيا وكذا وبزاف د الحوايج وربي ما كتبش ليه فيها، في الاخره غتلقاه في الجنه ان شاء الله، وكونوا على يقين وعرفوا واش كنقول لكم. حنا الخايب فينا هو شنو هو؟ الخايب فينا اي ظرف كنطيحوا فيه
كنديروا لكم فيديو وكنشرحوا لكم كلشي، حيت ماشي منافقين، كنبينوا داكشي اللي بغينا وداكشي اللي مبغيناش منبينوش. بحال شي اشخاص كيعطوكم واحد الطريقه اللي هي ما يقولوش لكم هانا عين بين انكم ساعدونا، لا، ولكن غيديروا لكم واحد الطريقه اللي غتجي مع الموجه، فهمتوا؟ مثلا نقول لكم، يقدر يقول لك خوتي طاحنا في واحد المشكل، طاطا ما يوش ساعدونا، طاحنا في واحد المشكل كدا وطرنا واحد المشكل وما ونتمنى من الناس انهم يفكوا لنا هذا المشكل وكدا، واللي بغى يهضر معانا يدخل التواصل. ملي غتدخل مع التواصل شنو غيقول لك؟ غيقول لك خويا خاصني وخاصني. اذا وليتي انت شخص واحد اللي كيقول لك خاصني وخاصني، الاخر شخص واحد كيقول لي خاصني، ما كيخرجش الهضره اللي غيقولها الواحد، ما كيخرجهاش البيبليك، ما كيخرجهاش الناس بيبليك، يعني كل شيء يعرف، ما كيبغيش يشوه راسه. ولكن راه نافق، هذاك نافق. انا محتاج نقولها للعبد اللي بحالي بحالهم، وغنقولها للناس باش يعرفوني انني محتاج، ماشي انني محتاج وغادي نبدا نفرق في الشعب انني كل شخص غنبقى نهضر معاه في التليفون. شنو كتعني هذه؟ اذا انت ما راضيش براسك وعارف راسك انك كدير شي حاجه اللي ما هياش. فدونك خوتي، ما نطولش عليكم بزاف، غدا العيد ان شاء الله، وراكم شايفين كل شيء على راسكم، وغدا العيد، ونتمنوا من شي محسن او محسنه الله يجازيكم بخير، ان هذا الرقم راه هو الواتساب، فرحوني بشي حاجه انني غنمشي ناخذ اليوم لبنتي شي كسيوه، شي حويجه تكون جداد اللي هما زوينين ديال العيد، وغنطق سميتكم كاع اللي ساعدونا، غنطق سميتكم في يوتيوب، ولكن غنقول ما نذكرش لكم الكنيه، او نذكر غير السميات ديالكم باش انكم تعرفوا راسكم انكم درتوا معنا واحد الخير اللي هو زوين. فتحياتي لكم من هذا المنبر، وكنبغيكم وراكم اعزاز في القلب، ونور ان شاء الله غنبقى نبينها لكم ان شاء الله. غا هي في هذه الازمه هذه قلت لكم علاش انا مبغيتش نبينها، حيت كنتحرج من الداخل. واش اخوتي كتشوف واحد الشخص، انا بنتي ما شريتش فيها حوايج، القلب ديالي فيه العافيه، والله ما نكذب عليكم، ولكن ما كاينش الجد، راه كنخرج. واش انا عندي واحد النيفو اللي هابط سابعه، خارج انا من الاعدادي من السابعه، فهو اين النيفو غادي نخدم به انا؟ راه ما كاينش، الا ما كانت المعرفه راه ما كاين والو، الا كانت المعرفه ما كاين والو، غير ما يكون كذاب. والله يدير لنا شي تاوي ديال الخير وصافي، هادشي اللي كاين اخوتي، ونتسناكم تما. تحياتي لكم، اديوس اميكوس.